أهلا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامج نور يتزايد في هذا البرنامج بنجاوب على تساؤلات متنوعة سواء أسئلة في الحياة العملية أو أسئلة عن تعليم في الكتاب المقدس أو عن آيات عسرة الفهم السؤال اللي جالنا النهاردة من خلال رسالة بولس الرسول لأهل روميا وإصحاح 13 وعدد 8 بيقول بولس لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا. هل ده معناه ان انا ممنوع منعا بات ان انا استلف فلوس؟ الحقيقه الايه حتى بتترجم يعني في بعض الترجمات بطريقه توضح معناها. المعنى بتاعها انك ما تستمرش مديون. لا تستمر مديونا، يعني مش بتمنعك انك تستلف انما بتح... بتحمسك انك ترد ما استلفته ده يعني آه سد ديونك بسرعه وبنشوف ناس للاسف الشديد يبقى مستلف مني فلوس عشان آه كان عندهم ازمه وبعدين جات له الفلوس يعني حل ازمته وجت فلوس فما يرجعش الفلوس الا فين اه الايه دي بتدينه قلت لا ما تعملش كده. فلان ده ساعدك ده كتر خيره ده رسول تصلي من اجله. بس جات لك الفلوس ليه تكسل؟ ليه تخليها عندك في البيت حتى ليله؟ ما دام جات لك الفلوس تقدر ترجعها؟ رجعها فورا. ده اللي, اللي معنى الايه لا تكونوا مديونين لاحد بشيء. يعني انت استلفت مني مثلا كتاب مش هقول فلوس تقرا قريته طب ما ترجعه يعني بشوف ناس تاخد كتب وبعدين وتقراها ويتكسل ترجعها فالايه دي معناها لا دي مش حاجتك لان تحترم الشخص اللي ساعدك سواء ساعدك بقى بفلوس ساعدك بكتاب ساعدك مثلا كنت محتاج عندك ناس ضيوف محتاج حاجات مطبخ فعطالك الضيوف كلوا ومشوا وانت بقى لا تقول اه بس هو ساكن بعيد مفيش حاجه اسمها كده فيها حاجه ان المؤمن حساس جدا يحب يمشي بتدقيق الكتاب بيقول كده مفتدينا الوقت لازم نتعلم لا تكونوا اغبياء غير فاهمين ونسلك بتدقيق يعني التدقيق هنا في الايه دي مهم جدا 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 حاجة مش بتاعتي في بيتي تقعد ليه أنا خدتها الهدف تحقق الهدف أرجعها خدت فلوس عشان كنت مزنوق أو البنك مش عايز يديني الفلوس الوقت في عطلة في قافل فرحت لك الفلوس عشان أنا هعمل عملية جراحية مثلا أي حاجة والبنك في مشكلة طيب خلاص مشكلة البنك اتحلت بسرعة جيب الفلوس ورجع حالك يعني المؤمن اللي بيحب الرب بيبقى عنده حساسيه للايات يحب يطيع ويطيع بتدقيق عزيزي المشاهد صلي من اجل انك تبقى طاعتك للرب بتدقيق وبدون بطء يعني آآ آآ في آآ واحد مره قال كده من يطيع بسرعه يطيع مرتين يعني كانه طاع مرتين لانه طاع بسرعه نفذ الامر الالهي بسرعه فهنا الايه الملخص يعني ان الايه لا تمنع ان انا استلف والايه لكن بتقول لما تستلف رد اول ما تقدر في الحال وبس عموما الكتاب المقدس ما يشجعنيش ان انا استلف عموما ونقرا في سفر التثنيه اصحاح 28 اصحاح 28 ده مشهور قوي لعنات والبركات اه العنات والبركات ان نتيجه الحياه مع الرب بركه ونتيجه الحياه في الخطيه اذى ده تثنيه 28 فالرب بيقول لهم انتوا آه آه لو ما عشتوش كويس ايه اللي هيحصل لكم هو الناس اللي حواليكم هو يقرضك يقرضك وانت لا تقرضه يعني ده كان دي لعنه لعنه ان انا محتاج والكتاب بيقول الرب راعيه فلا يعوزني شيء فدي لعنه جايه على الامه لو عاشت بعيد عن الرب انها دايما هتستلف بينما البركة لو هي عايشة مع الرب دايماً هتسلف دايماً عندي فائض زي في عدد 12 بيقول يفتح لك الرب كنز الصالح السماء فتقرض أمماً كثيرة وأنت لا تقترض آه ده لما تبقى بركة طبعاً ده ما يبقى إن سمعت سمع لصوت الرب إليك ده الشرط في الجزء الأولاني لو أنا عايش مع الرب أتوقع أن الرب يسدد احتياجي وبفيض ده فيه فائض والفائض ده اقدر اسلف منه او يبقى عندي محبه واشوف الشخص محتاج ورغم ان فلوسي على القد برضو اسلف بس انا انا متبارك انا بساعد الناس طيب لو عشت بقى بعيد عن الرب ايه اللي يحصل؟ ادي القانون اتعكس ابقى انا محتاج بقى محتاج استلف من واحد غير مؤمن محتاج استلف من واحد عايز يسلفني بس بربا يعني هتزل فلازم لازم نصلي ان احنا نبقى زي ما الرب الرب عايزنا ايه نسلف ولا نستلف الرب عايزنا نساعد اقرض ساعد الناس وحتى ساعد وانت شايف ان حالته مش هيقدر يرد لك الفلوس مش مهم ما انت ب... ما الرب مباركك وانت عندك محبه ف فال... ال... 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 معنى الايه اللي في روميا ان احنا ما نستلفش يعني معناها اس... اسف معنى الايه في تسنيه الايات 8... بتاعه تسنيه 28 ان احنا نصلي فنبقى في البركه فدايما نسلف وما نستلفش لكن لو حصل واستلفنا حتى لو استلفنا بقى من مؤمنين اول ما يبقى في مقدورنا ان احنا نرجع نرجع يعني دي مش مشيئه الله الكامله ان انا اعيش حياه دايما بستلف لكن... لا لا ما لا ما هو واضح في الايات وبعدين اقرا معايا امثال 22 امثال 22 بيقول ايه المقترض يعني اللي بيستلف عبد للمقرض يعني يعني انا لما استلف من واحد ممكن يتحكم فيا يعني ايه يا عبد يعني ليه ال... ليه اليد العليا معايا يعني يعني هدي لك امثله يعني مثلا يبقى عايزني اعمل حاجه معينه انا من جوه مش عايز اعملها لكن لانه هو صاحب فضل عليا ومسلفني لازم اعملها والا هيقول لي هات الفلوس وانا ما عايش ادي له دلوقتي كانه زي ما بيقولوا كسر عيني يعني اه كسر عيني طبعا آه آه وعشان كده اذا انت هتستلف تصلي يعني ممكن تبقى في في, في ضروره تصلي عشان الرب يطمنك تستلف من مين ما انا ممكن استلف من واحد الاقي الاقي مثلا أه أه يعني بيغلط ومش قادر اقول له انت غلطان عايز اولادي يروحوا مع اولاده في النادي وانا عارف ان اولاده هيتضرروا من اولاده ومش عارف ويمكن ده يخليني اكذب والكذب خطيه زي ممكن مثلا خادم يكون في وقت يحاول يستلف من شخص هو بيخدمه او حاجه زي كده اه بقى لما لما الشخص ده بقى يبقى محتاج تبكيت آه هيعمل ايه؟ هيبقى حاسس يعني فالايه واضحه ان المقترض عبد لل okay. للي بيستلف للي ن... بيسلف لما نقرا الايه دي لازم نقراها في في ضوء ايه اخرى في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كرونسوس في رسالة من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كرونسوس أصاح سبعة وآية كام؟ آية ثلاثة وعشرين الرب بيقول لنا إيه؟ قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس اه, آه ما يبقى ليه استلف وابقى عبد الواحد؟ يبقى لو 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 انا مضطر استلف استلف بشرط في شرط مهم جدا ان اللي أستلف منه مش هيعاملني كسيد هيعاملني كاخ عشان ما اكسرش الوصيه دي قد اشتريتم بثمن فلا تصيروا عبيدا للناس زي ما هنا بيقول ان اللي بيستلف بيبقى عبد للي بيسلف طب في بلاد زي في امريكا مثلا فيها انظمه نظام اسمه المورجيتج اللي هو انه انا بستلف من البنك علشان اقدر اشتري بيت فهل ده يحطني في تحت الكلمه ديت وانه مش الافضل ان انا يعني بلاش ان انا اخد مورجيج واشتري بيت بالطريقه ديت لا ما هو ده اولا ده نظام عام فما العلاقه بين شخصين. انما ممكن طبعا ابقى عبد للبنك والبنك يبهدلني. مش غلط ان انا اشتري بيت و... ال... واسدد ثمنه للبنك ب... بف... بفايده البنك عاملها. ده في حد ذاته لحد كده كويس. بش... بس في شروط. ايه الشروط بقى؟ ان انا ابقى زي ما يقول الكتاب الواحد بيحسب حساب النفقه. لازم أبا حاسس ومتأكد إن هقدر شهريا أسدد اللي عليا ما هو البنك بياخد شهريا الأقساط الأقساط ولازم أبا متأكد إن أنا مش تحت ضغط آه حلو إن أنا أشتري بيت لأن أحسن ما أجر لأن لما تأجر لما بتأجر الفلوس بتضيع منك لما على الأقل لما بتشتري البيت أنت بتمتلك البيت مع الوقت بيبقى ملكك وممكن تبيعه بدفع جزء في آه الاصول اه اه وفي الاخر ممكن تمتلكه لما تكتمل الاقساط ولو بعته في اي وقت هتاخد جزء فاذا ده حاجه كويسه يعني احسن 100 مره من انك انت تتاجر تتاجر يعني تاجر اسف تتاجر وتدفع شهريا من فلوسك بس في فرق من واحد عايز بيت واحد بقى عايز يشتري بيت على البحر مثلا يعني في فرق في فرق الصرف مهم جدا لازم اشتري بيت ما 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 ما, 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 ما يتعبنيش ما لعبد هو النفقه لازم احسب النفقه ان انا ما اتعرضش الموقف مش اصير فيه عبد اه يعني ما اشتريش بيت اكتر من امكانياتي تحت اغراء وطبعا لازم نلاحظ ان الناس بتشتغل في الحاجات دي بتغري لكن انا اللي هعاني انا اللي هدفع انا اللي اللي ممكن اتعصر عشان عايز اشتري بيت بقى بمواصفات معينه دخلي ما بيسمحش لهذه المواصفات زي بالظبط واحد عايز يشتري عربيه برضو بنفس الطريقه مع البنك لكن دخله لا يسمح لكن هو بقى لازم يشتري العربيه الماركه الفلاني لا الرب عايز يسدد احتياجي للبيت وللعربيه وللبس بس لازم الحاجات اللي اشتريها تبقى مناسبه لدخلي والا هب الايه دي تنطبق عليا اب عبد بقى هب عبد للبنك والبنك بقى ممكن يعمل فيه مشاكل بقى كتير طب بخصوص موضوع البنك بما اننا فتحنا موضوع البنك في برضه نظام اللي هو الكريدت كارد اه الائتمانيه ديت ايه الصح وايه الغلط؟ نتعامل معاها ازاي؟ طبعا هو القروض دي خطره جدا لانها سهله انت بتدفع بتشتري بسهوله لاني كارت مش مهم فده بيخليك ممكن يضحك عليك وتشتري اكتر وبعدين ما تدفعش وبعدين لما بتدفعش هياخدوا فايده كبيره وبعدين تبقى مديون بفلوس كتير وياما ناس اتورطت بسبب الكروت انما لازم اه مش هقول لك ما تستخدمش الكارت انما تستخدمه بحكمه وتحسب حسب هتشتري فقط. اه انا رايح دلوقتي المول هشتري بقد ايه لان العالم فيه اغراء تلاقي كده منزلين لك الحاجات من سعر مثلا في تخفيض خمسين 50% فتتشجع تتشجع بقى كنت رايح تشتري قميص واحد تلاقي نفسك اشتريت 10 قمصان عشان ده عليه سبعين في 70% تخفيض وده عليه في 80% تخفيض والحاجات دي احيانا فيها خداع يعني في ناس التخفيضات دي بتبقى اساسا هم رفعوا سلع رفعوا الثمن من فتره وعملوا حسابهم انهم هينزلوه انما ده العالم هي التجاره فيها شرور كتير قوي يعني المؤمن اللي بيشتغل تاجر ده هياخد هياخد مكافئات كتير في السماء لو لو تاجر بامانه لان التجاره في العالم خاضعه لمبدا الخداع يعني ممكن كل الاسعار اللي انت ويغروك يعني لو حطوا لك السعر الحقيقي بتاعه مش هتشتريه انما لو جيت بعد اسبوع وليت مكتوب عليه 50% رجع للسعر الحقيقي هتشتريه وتشتري منه خمسه سته لا ما ينفعش المؤمن يبقى كده انا الفلوس اللي انا اشتري بيها مش بتاعتي انا وكيل عليها دي فلوس الرب فلازم اكون امين فالانظمه دي انظمه بتخلي في النهايه الناس عبيد للمال وعبيد للبنوك وكده وعايشين مهددين لا انا اعمل حساب النفقه رايح المول اخد قرار ان انا مش هصرف اكتر من كذا وبعدين لما يجي الشهر اول كل شهر اروح ده حاجه تبقى في قانون حياتي يعني يعني حاجه ملتزم بيها فاول كل شهر ادفع اللي عليا في الكارت عشان الديون ما تزيدش ولو ما لقيت نفسي مش قادر ادفع اروح راي يعني اروح مقطع يعني قاصص الكارت خلاص يبقى انا مش هنفع استخدم الكارت ما دام جه فات الشهر والوصول ادفع قبل ما ما الفايده تشتغل وليد نفسي مش قادر يبقى ده نظام لا يخصني مش تبعي ما استخدمهوش على امشي بحسب الفلوس اللي في جيبي لان انا هبهدل نفسي وبهدل اولادي لان الديون هتتراكم ويا ما ناس ضاعت بالطريقة دي لو واحد مثلا مضطر انه ظروفه المادية حصل ضغط مادي عليه في وقت معين واضطر انه ياخد فلوس ويبقى عليه تراكمات بطريقة ديت هل من الافضل انه ما ياخدش خالص ولا لانه الزنقة اضطرته وال الفوايد قاعدة تزيد عليه اهم حاجة يعملها انه يصلي ان الرب يساعده في لان الرب بيقول ادعيني في وقت الضيق انقذك فتمجدني هذا ضيق ان انا عليا ديون ومش عارف اسددها وبالتالي كل امور الماليه واقفه طب شغل هيمشي ازاي عليا ديون بسبب سوء استخدامي اول حاجه اعملها التوبه يعني اول حاجه اتوب 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 ان انا ما تصرفت في بالاموال خارج مشيئه الرب اذا ما توبتش امام الرب ما فيش حل للمشكله يبقى اول خطوه التوبه ان دي خطيه انت خطيه انك انت استلفت ومش قادر تسدد ايه اللي خلاك استخدمت الكارت بالطريقه الغلط دي ليه ما كنتش حكيم ليه آآ آآ فاتوب عندها اعترف بخطا يعني نمرة اتنين لا اوكي معنى اتوب معلش بقطعك لكن معنى اتوب يعني ده معناه ان انا مش هعمل كده تاني اقول يا رب ساعدني ان انا ما اعملش كده تاني نمرة اتنين بقى اصلي ان الرب يحل لي المشكلة دي فممكن الرب يسق الناس انها تقف معايا يعني يعني لازم اصلي ان الرب يحل لي المشكلة دي ما زي ما قلت ضيقة او غلط الرب دايما بيصلح نتائج اخطائنا إمتى؟ لما نلجا اليه فانا الجا وطبعا لو مشكله هتمس كل الاسره والاسره كلها الزوجه مؤمنه والاولاد مؤمنين كلنا نصوم لان الموضوع يستاهل موضوع مهم ونصلي مع بعض عشان الرب يطلعنا من هذه الازمه والرب بيستجيب وبقول لاي شخص بي شايفني دلوقتي وعنده ازمة مالية وديون كتير متراكمة اوعى تيأس الله لم يعطنا روح الفشل اذهب سريعا الى الرب اركع امام الرب اعترف بخطأك وطالب الرب ان يصحح نتائج ما فعلت صحيح لما انا اكون في وضع زي كده او عليا ديون عامة هل ده فيني او ممكن في الوقت دوت ان انا يعني الرب عارف ظروفي ان انا ما ادفعش مثلا العشور او التقدمه اللي انا <applause> انا بقى لو ما دفعتش المشكله دي مش هتتحل ابدا. لاني فلوس الرب تروح للرب ما تروحش لحل مشاكلي وده عايز ايمان بس انت عايز الرب يشتغل. فاللي ال ال انا بديه للرب يعني است استمر اديه للرب ده يعني الرب قال هات للبكوره يعني اول اي حاجه ادي للرب وتبت يعني اعترفت بخطئي وصليت مؤكد ده يعني الايه بتقول كده انت لما تدي الرب هيديك ده الرب قال كده اعطوا تعطوا يعني تدي تاخد تزرع بالبركات تدي العمل الرب للخدام للفقراء الرب هيباركك فانت ليه انا قلت لك مش كده مش هتتحل لانك انت ما ده قوانين الهيه من يزرع بالشح بالبخل ليه ده الرب العافيه كده مش بالشح ايضا يحصد يبقى ازاي تتوقع ان الرب هيباركك في الدائره اللي انت فاشل فيها فمفتاح مهم جدا اني ما على فلوس الرب ابدا لما كنت بتقول بكورة معناه مثلا انه لو دخل لي 500 جنيه او 500 دولار يبقى اول حاجه في تق... لما احط أنا رتر... اقصد آه يعني ادي الرب قبل ما ادي بيتي دي البقوره يعني الشجره طلعت... اولويه آه في, الترتيب... في الترتيب الزمني ايوه هو طبعا أكيد. الايه دي ممكن ناس بتطبقها عم... حرفيا يعني اول مرتب يجي لي انا اشتغلت شغله جديده اول مرتب أه للرب دي البكوره لكن فيها معنى كمان ان انا في ترتيب اولوياتي الزمنيه آه، الزمنيه لازم ما عشان كده انا جبتها في القصه دي قلت البكوره أه بكوره الشجره لما تطلع تروح للرب ده في العهد القديم البكوره ف أه يعني الرب قبل اي حاجه جات لي فلوس هسدد ديون لا 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 ما سددتهاش كل اقد للرب والباقي اسدد بيه ديون دي يعني حاجة خارج التفكير اساسا اه طبعا والا المشاكل بتاعتي مش هتتحل وبعدين كمان لو انا عندي مشكلة مادية اكتر لازم استشير ناس زي ما بيقول الكتاب آه ان الامور تمشي بكثرة المشيرين دي مواضيعات مالية ممكن الاقي ناس في الكنيسة متخصصين آه ممكن يروحوا معايا البنك اه نجدول مش عارف ايه ندفع ده كده السنة دي طب من الحتة دي وطبعا لاني انا رميت الحموله بتاعتي على الرب ملقينا كل همكم عليه هي بتقول لانه هو يعتني بكم عشان انا جيت للرب وحطيت المشكله قدامه الرب هيأيد الناس ان انا هستشيرهم وهيساعدوني في ان انا اطلع من الديون بافكار ما فيهاش اي حاجه غلط لكنها افكار فيها حكمه امين طيب بالنسبه ارجع للنقطه اللي كنا ابتدينا فيها في الاول موضوع انه الشخص يستلف ويسلف عايز ارجع بقى مش من ناحيه ان انا بستلف لكن انا لو بسلف هل اسلف اي حد وح اي حد سالني آآ آآ انا محتاج فلوس المفروض اديله على طول ولا في قوانين في المواضيع دي لا طبعا لأني زي ما قلنا ان مهما خدت ضمانات على الشخص الضمانات مش كافيه يعني ممكن فلوسك ما ترجعش او ترجع بعد مده طويله مين هيدخل في المحاكم يعني فاذا لازم آآ لما اجي اسلف اسلف واحد أبواسق واثق انه بيستلف عن احتياج يعني محتاج فعلا عشان لو فلوسي ما رجعتش او رجعت نصها او رجعت بعد مده يبقى ده نوع من العطاء يعني لما احنا في حلقة قبل كده قرينا الآية اللي من إنجيل لوقا أصحاح ستة حلو نقراها تاني اللوقا الرب يسوع بيعلمنا في هذا الأصحاح بيقول كده إن أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم إن أقرضتم سلفتم الذين ترجو ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم وبعدين بيقول احسنوا واق واقرضوا وانتم لا ايه بقى؟ شيئا, شيئاً تاخذوا مكافاه من الرب فيكون اجركم عظيمة طيب يعني اي حد يسالني اروح اديله لا ده يبقى سلب يبقى عبط طب مش الكتاب بيقول من سالك اعطيه لا من سالك عن احتياج وفي ايات يعني ما تاخدش اية واحدة في ايات تقول لك ان الواحد اتذكرت ايه منهم لو طلعنا اعتقد رسالة افسس آه آه لا يسرق السارق فيما بعد يعني واحد خاطي حرامي عرف الرب هيسيب السرق الثمر هيبان فيه واللي بيعرف الرب لازم لازم تبان يبان ثمر والا يبقى ما عرفش الرب فلا يسرق السارق فيما بعد دي افاسوس كام؟ أربعة 28 28 طب ومش طب يعني ما يسرقش بس؟ لا بل بالحري يتعب ما كان بيسرق بدل ما يسرق كان بيسرق الوقت يشتغل والرب له شغل لان الرب مش عايزه يسرق ما هو ممكن واحد يقول لي طب ما هيجيب منين؟ هو سرق عشان ما كانش لاقي يشتغل اقول له لا ما هو دام عرف الرب الرب مسؤول إن يشغله بطريقه الرب لان الرب مش عايزه يسرق فيقول في يتعب عاملا الصالح يعني مش يروح يشتغل في صالة رأس مثلا لا عاملا الصالح يعني شغله نقي بيديه ليكون له ها؟ أه؟ أن يعطي من له احتياج آه من له إيه؟ احتياج يبقى إذا العطاء لمن له احتياج لمن له احتياج فاللي جاي يستلف مني لازم انا متاكد انه محتاج، مش هياخد فلوسي ويروح يصفها على يلعب بيها قمار مثلا، او ياخد فلوسي ويشتري بيها سجاير. لانه كاني اديت فلوسي للشيطان. للشيطان. اه ده اديله حتى لو ما ردش قال الرب انا ليا مكافاه عظيمه، الرب قال كده. قال لو ما ردوش انت هيبقى ليك مكافاه فيكون اجركم يعني مكافاتكم يكون اجركم عظيمًا آمين عزيزي المشاهد في نهاية البرنامج نفسي أصلي مع أي شخص على حياته ديون الرب يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر، ثق إن الرب يتدخل ويظبط دايرة الأموال في حياتك مهما كانت نتائج مهما كانت الخطايا في الماضي أو ظروفك أيًا كان الرب عايز يديلك بدايات جديدة وعنده في الموت مخارج باسم الرب يسوع يا رب بنثق أنه أي مشاهد يا رب كده عنده في حياته في ديون بسبب أخطاء في الماضي أيا كانت الأسباب نثق أنك أنت تتدخل يا رب بنيجي يا رب بنحط هذه الدوائر أمامك ونثق أنك تعالج أخطاءنا وأنت تجعل دايرة المال وتجعل دايرة الديون بحسب قصدك ولا نكون مديونين لأحد إلا بالمحبة في اسم الرب يسوع. الرب يباركك ويكون معاك والى حلقه قادمه. اضطريت ان انا اعمل افلاس اللي هو بانكروبس. وفي شغلنا في الاكل ده اللي بياكل الفلوس ما ينفعش المؤمن يسرق حتى لو النظام يسمح له بيتنازل الشخص عن حقوقه لانه شايف الرب.